على طريقة العصابات وفي دولة هي كذلك. عرف أخيرا مصير السوريين الأربعة الذين فقدوا قبل يومين قرب السفارة السورية في لبنان. فبعد صمت مطبق من الحكومة اللبنانية المتواطئة ونفي ميليشيا حزب الله وسفير العصابة الأسدية في لبنان لأي دراية لهم بمصير أولئك المختطفين، اضطرت أخيرا مخابرات الجيش اللبناني وتحت الضغط الإعلامي الكبير الذي رافق القضية للاعتراف بمسؤولياتها عن اعتقالهم بدعوى مخالفتهم للقوانين. لكن المؤكد والذي لم تعلنه مخابرات الجيش اللبناني، أو بالأحرى لا تجرؤ على قوله، هو تنسيقها مع السفارة الأسدية لاعتقال هؤلاء الشبان، اعتقال بطعم الاختطاف. فلربما لو بقيت قضية هؤلاء المعتقلين بدون هذا الزخم الإعلامي الذي رافقها لكان المختطفون الآن في أحد أقبية أفرع نظام بشار الأسد. وليس غريبا على دولة تحكمها عصابات حسن نصر الله وميشيل عون التي تدين بالطاعة العمياء والولاء المطلق للنظام في دمشق، فقد سبق أن اختطفت تلك الميليشيات الإجرامية وبتواطؤ مما تسمى بالدولة اللبنانية معارضين سوريين على الأراضي اللبنانية، وقامت بتسليمهم لميليشيات الأسد التي قتلت معظمهم تحت التعذيب دون أي احترام للقوانين أو مراعاة لحقوق اللاجئين. كل عمليات الاختطاف التي تمت وعمليات الترويع والتعدي على كرامات اللاجئين السوريين في لبنان تخرج مخططاتها من وكر السفارة السورية، تلك السفارة التي تعد امتداداً ل14 فرع مخابرات أسدياً تمارس مهماتها الحقيقية كمركز أمني وبؤرة للتخطيط لعمليات القتل والاختطاف. ما كانت تلك السفارة يوماً في مهمة دبلوماسية تراعي العلاقات السلمية والودية بين بلدين تنقصهما السيادة، بل كانت جحيماً سلط على رقبة الشعب اللبناني الذي دفع أثماناً باهظة من حياته ولقمة عيشه بسبب تسلط وإجرام الاحتلالين الأسدي والإيراني عبر ميليشياتهم العميلة في ذاك البلد. فكل عمليات اغتيال السياسيين اللبنانيين التي تمت من قبل وكل عمليات التفجير في المدن والبلدات اللبنانية تمت حياكة خيوطها في وكر السفارة الأسدية، وكر لطالما كان مركزاً لنشر الموت والدماء والدمار على كامل الجغرافيا اللبنانية ومصدر رعب دائم لكل سوري فكر أن يكون معارضاً لنظام الأسد.